إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم بيكون فيه مجموعة من المعلومات المفيدة للإخوة والأخوات، من بينها ردود وأجوبة على الأسئلة والاستفسارات اللي طرحتوا في الفيديوهات السابقة، وكذلك كاين بعض المعلومات الأخرى اللي ممكن تفيد الجميع. لكن قبل ما نبداو الاخوان، تنجدوا لكم التعود الدعم ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الاعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد. اذا كما قلنا الاخوان، غادي نبداو اول شيء، غادي نبداو بالرد على اسئله واستفسارات الاخوه اللي تاخرنا عليهم صراحه واعتذر، ولكن لظروف صحيه. بالنسبه للسؤال الاول من الاخ شهير، تيقول السلام خويا، انا داير لقاح سينوفارم، غادي ان شاء الله لتركيا، ممكن تقول لي اشنو غادي يخصني؟ عفاك. بالنسبه للاخ طاهر، مادام انك ملقح عندك جواز اللقاح المغربي فلا يلزمك شيء للذهاب الى تركيا، رغم بين قوسين للتدقيق فقط، تركيا لا تعترف باللقاح ديال سينوفارم، ولكن عندها معاهده مع المملكه المغربيه انها تعترف بجواز اللقاح المغربي، يعني ما عندك حتى شي مشكل، تعتبر لما غادي توصل لتركيا غادي تعتبرك شخص ملقح مادام عندك جواز اللقاح المغربي. غادي يخصك زياده على جواز اللقاح، غادي يخصك استمارات صحيه للمسافر اللي تيطلبوا في المملكه المغربيه، وكذلك مطلوب منك نموذج تحديد موقع الركاب اللي طلبه السلطات التركيه. هذا هو كل ما غادي يلزمك باش تسافر الى تركيا مادام انك انسان ملقح. السؤال الاخر فيما يخص من عند الاخ تيقول سيد احمد، تيقول السلام عليكم اخي، بالنسبه للاجانب القادمين من المجموعه الف وملقحين، اش غادي يحتاجوا؟ بالنسبه للاجانب الملقحين والقادمين من دول اللائحه الف، لا يحتاجون شيء غير جواز اللقاح ديالهم، و بالإضافة إلى الاستمارة ديال المسافر، هذا كل ما يحتاجون. أو للتدقيق كذلك، إلا جايين يشوف الدولة من جاي وخفي القائمة ألف، كاين بعض الدول ديال هذاك الشرط الآخر ديال النموذج ديال تحديد موقع الركاب، مثلا كيف قلنا تركيا، كيف قلنا مثلا إيطاليا، يعني مجموعة من الدول تطلبوا، مجموعة من الدول أخرى لا. إلا كان هذا السيد جاي من ألف يشوف البلد ديالو واش يطلب هذاك النموذج ديال تحديد موقع الركاب، إلا ما كانش يحتاجه غادي يحتاج جواز اللقاح واستمارة المسافر لا غير. بالنسبه للسؤال الاخر، السؤال الاخر تيقول سلام خويا، انا مقيمه في المانيا وبغيت نسافر من فرنسا الى المغرب، لانه كاين تعليق الرحلات المباشره من المانيا الى المغرب. الاخت هذه بغات دير اسكال في فرنسا، اش خصني؟ واش دارو انا ملقحه؟ واش ضروري تحليل بي سي ار او لا؟ لانه غتسافر مع الراينير، كيف الراينير كيف اي شركه خطوط اختي، يعني نفس الشروط اللي تطبق غادي تطبق عليك على اي شركه. مادام انك مقيمه في المانيا وغادي تسافري من فرنسا، يعني كلتا الدولتين هي كاينه في اللائحه باء، يعني غادي تخضعي للشروط ديال اللائحه باء. ومادام انك ملقحه غادي تسافري من فرنسا للمغرب، غادي يخصك جواز صحي ديالك، وغادي تخصك تحليله بي سي ار لا تتجاوز 48 ساعه، والاستماره الصحيه ديال المسافر. هذا كل ما غادي يخصك اختي نريمان. نمشيو للسؤال الاخر، عفاك انا باغي، عفاك ديال الاخت عزيزه، عفاك انا باغي نمشي للامارات ومازال ما خديتش الفيزا وما درتش التلقيح وباغا نمشي في اقرب فرصه، واش ضروري جواز التلقيح؟ الله يرحم ليك الوالدين الى ما جاوبني. بالنسبه لك اختي عزيزه، يعني مجموعه ديال الاستفسارات هنا، اول شيء انت ما باقي ما عندكش فيزا، يعني باقي ما كاينش، المهم في البرنامج ديالك انك باغي تمشي للامارات. الحاجه اللي لازم تعرفها، مادام انك غير ملقحه فلا يمكنك السفر الى الامارات او اي بلد اخر اذا ما كانش عندك اقامه ديجا في هذاك البلد، يعني انت اول مره عاد بغيتي تاخذي فيزا، بغيتي تاخذي تاشيره وبغيتي تمشي للامارات، ما يمكن لكش اختي تسافري، لانه السلطات المغربيه منعمن عن كليا على المواطنين المغاربه السفر الى الخارج دون تقديم جواز التلقاح، يعني خصك تلقح اختي عاد باش يمكن لك ديك الساعه تسافري. الاخت ماكسي كارد، الصراحه بغينا نسافر للمغرب الاسبوع المقبل، ولكن ملي سمعت هذا الخبر طلبت، لانه سمعت راه كيمنعوا حتى الدخول الى مطار بدون جواز تلقيح، حسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبه لاختي ماكسي كارد، نحييك وتنشكرك بزاف على التحفيز والمتابعه ديال القناه. اختي ما عندك حتى شي مشكل مادام انك مقيمه في الخارج، هاد الناس اللي حبسوا ولا هادي تتكون عندهم اسباب، الانسان ما تيحكيلكش القصه دائما او الشروط اللي عنده او الاسباب اللي خلاتهم يمنعوه. مادام انك مقيمه بالخارج اما ملقحه او غير ملقحه، لا احد يمكنه يحبسك في المغرب ما تدخليش المطار. كنتي ملقحه راه عندك جواز اللقاح ديالك تدخلي المطار وتتسافري الى بلد ترجعي لبلد الاقامه، كنتي ما ملقحاش تتقدمي تحليله بي سي ار او الاقامه الاثبات بانك انت مقيمه في الخارج، وتا واحد ما غادي يمنعك ولا غادي يحبسك باش ما ترجعيش لبلاد الاقامه. هذا هو كل ما
في الامر. واحد النقطه اخرى بالنسبه للاخوه والاخوات اللي سولونا في هذه الايام هذه على داك الامتحان ديال اجتياز اللغه الايطاليه داك باش تحصلوا على الشهاده ديال A2 A2 او B1، اما الاجتياز للحصول على الجنسيه تقديم الطلب للجنسيه او للاقامه الدائمه. بالنسبه لحد الساعه اليوم تواصلنا مع يعني المركز اللي تيدير اللي تيديروا فيه الامتحانات، الى حد الساعه الامتحان المقبل كاين نهار 30 في شهر 11 وهما غادي يدوز شفوي، يعني الاورال باقي لدابا، الكتابي باقي ما دارش، وهذا هو يعني اخر امتحان كاين في هذه السنه هو اللي مقرر نهار 30 في شهر 12. تنصحكم تشوفوا المنطقه اللي كاينين نتوما فيها واش يمكن لكم باقي التسجيل. مثلا حنا المنطقه اللي فيها هنا مثلا ديال فيرانس وبراتو حبسوا لانه الامتحان كاين نهار 30، كملوا الليسته ديالهم ما بقاوش يفتحوا الباب. اول امتحان كاين في شهر 2 15 شهر 2، اكدت لي دابا لغايه الساعه باقي ما عندهم حتى شي مراسله لا من الجامعات ولا من وزاره الداخليه ولا من حتى شي سلطه ايطاليه ما راسلتهم، يعني باقي الامور غاديه كما هو الان، يعني لحد الساعه باقي الاورال باقي غير شفوي. يعني الانسان يحاول الى بغى يدوزو يدوزو دغيا قبل ما يكون شي تغيير مع السنه المقبله. هذا للاخوات اللي سولونا على الامتحان. اذا لحد الساعه راه باقي الامتحان لاجتياز اللغه، امتحان اللغه الايطاليه للحصول على الشهاده A2 و B1 راه باقي لغايه الساعه شفوي اورالي نون تشيف سكريتو للتوضيح فقط. مساله اخرى بالنسبه للناس اللي جايين للمسافرين اللي جايين من دول لائحه باء، واحد النقطة تيسولون على الإخوان، تيسولوا على الإخوان بزاف مسألة لي سكال تتخلق مشكل الإخوان. بالنسبة للناس والمسافرين اللي جايين من دول لائحة ألف، إلا داروا إسكال في دولة لائحة باء وما خرجوش من المنطقة ديال لي سكال، يعني نزل من الطيارة بقى في ديك الباحة ديال الاستراحة وعاود ركب في حاله، فهم يعتبرون دائما قادمون من دولة ألف، يعني تتمشي عليهم الشروط ديال الدولة اللي جاو منها ديال اللائحة ألف، وهادو هما الشروط اللي تيمشيو عليهم. بينما دولة الناس اللي جايين من اللائحة باء وداروا ليسكال في دولة من دول اللائحة ألف، مثلا جيتي من فرنسا ودرتي ليسكال في إيطاليا ومشيتي للمغرب، تتبقى دائما نفس الشروط اللي خدامة عليك، شروط ديال اللائحة باء. إلا بغيتي تمشي عليك الشروط ديال اللائحة ألف خصك تقعد 10 أيام فما فوق. مثلا الناس اللي من فرنسا بغيو يمشيو للمغرب باش يدخلوا على طريق باش يتفاداو داك الحجر الصحي إلا ما كانوش ملحقين على هادي، تيخصو يمشي يدير ليسكال في دولة ديال ألف ولكن يفوت 10 أيام. إلا درتي غير ليسكال نزلتي وبدلتي الطيارة ومشيتي فاش توصل المغرب تتمشي عليك الشروط ديال البلد اللي جيتي منه. بينما الناس اللي جايين من الألف وداروا ليسكال في دولة باء فتتبقى دائما الشروط عليهم ديال الدول تاع اللائحة ألف. عفوا، هذا هو اللي عندنا في المحتوى ديال الفيديو ديال اليوم. واحد التحذير الاخوان بالنسبه للناس المقيمين مجموعة من الدول الاوروبيه وبالخصوص فرنسا وايطاليا، اللي حصلت معايا يعني حاله شخصيه. كاين واحد الرساله تتصلوا بها اليامات عبر الهاتف تيقولوا لكم بانه راه وصلكم واحد الباكو، وصلكم واحد الطرد بريدي، صيفط لكم شي واحد شي باكو شي طرد وراه واقف مبلوكي، وخصكم باش تتسلموا به تدخلوا لذاك الميساج اللي تصيفط لكم واحد الرابط تتوركوا عليه باش تدخلوا المعلومات ديالكم العنوان تيقول لكم من جديد باش نجيبوه لك الطلطه. هذه الاخوان راه يعني مصياده باش يتم سرقه المعلومات ديالكم وعمليه نصب لا غير، ما كاين لا طرد الاخوان ولا شيء. انا اتصل صراحه بمجموعه من الميساجات من هذا النوع هذا، مادام انني ما تنتظر حتى شي طرد ولا شي حاجه، ما عرفت حتى شي اهتمام حتى لهاد اليومين الاخيرين. شفت كاين واحد البلاغ ديال السلطات الامنيه هنا في ايطاليا وكذلك في فرنسا تيحضروا الناس من الضغط على هاد الرسائل على الروابط اللي تتكون في هاد الرسائل الهاتفيه اللي تتوصل الاخوان. هذه طريقه من انواع الجديده في النصب والاحتيال. هذا هو اللي عندنا في المحتوى ديال اليوم، نتمنى هذه المعلومات هذه تكون فاتكم. نتمنى لكم امسيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.